ورجعت لكم مرة تانية غويين المملكة. طبعا انا خلصت التوصيلة زي ما انتوا شايفين كده الشكل هناك كده، وقت التوصيلات هناك شايفين الاسلاك عاملة ازاي، بس محكمة اسلاك كويسة، دي الفقاسات شغالة هي. طبعا انت ما تستهترش، خد حرصك تمام، احترس يعني الفقاسات، تسيبها فاضية كده علشان تعرف هل هي كده شغالة ولا لا، لازما لما العدادات دي تظبط تمام. تابع معايا كيف تدخل البيض الفقاسة وازاي تعقمه. ورجعت لكم مرة تانية يا غاويين، وجهزت البيض بعد ما عقمته. طيب بتعقم البيض بقى يا مملكة علشان يبقى فيديو كامل اهوت ليكم، عشان يبقى فيديو كامل ليكم. المعقم بهان اهو، بعقم بده اي معقم، عارف الداتول؟ عارف الداتول من الصيدليه البشري؟ ها ممكن تحل ايه نص سنتي على رطل ميه داتول وتمسح بيه البيض عادي، لو مسحت البيض بميه دافيه عادي، بس شوف البيضه، المهم تنضف البيضه تكون نظيفه مش وسخه. شايف البيضه؟ ده بيض اندونيسي، وده بيض دجاج الكوشامو الكظمو، وده بيض الماني. حلو. طيب ده البيض بعد ما اتعقم، الفقاسه بتاعتي جاهزه ظابطه معايا رطوبه وحراره اهيت، بعد ما ظبطتها ووريكم الشغل ازاي. طب دي فقاسه رقم 2 دجاج، اجي هنا على الفيش. فيش رقم 2 اهي، افصل اهو، فيش رقم 2 افصل، انا ضغطت هنا انا فصلته. المهم او تخلع انت الفيش، هتكون مرقم الفيش. يبقى فقاسه رقم 2 فصلت، بس فقاسه رقم 1 شغال. حلو. افتح كده بعد ما المروحة الداخلية تقف معايا، تقف اهو، تقف كده، اسمي بالله كده بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلت عليك يا رب، وبنية حلوة كده ونية الفرج والرزق كده، تحط البيض بتاعك تستفه، المهم تخلص تستف البيض ترجع تاني تحط الدرج تمام كده. مثلا انا بس بنجز معاكم وقت الفيديو، تتأكد من المية وان السخان شغال، تتأكد من الفيش، تتأكد من كل شيء، تقفل فقاستك تمام تمام وتتأكد ان هي شغالة كويس ولا لا، والتقليب واقف اول 3 ايام ولا لا، علشان اخر 3 ايام، اخر 3 ايام بعد بقى خلاص مرور 18 يوم، انا فتحت الوقت تاني بعد مرور 18 يوم، اشيل هذا كده، اشيل ده، اشيل ده، اشيل الدرج اهو كده، بيكون عندنا هنا درج ثبت كده، هبقى اوريه لكم، هعمل لكم فيديو تاني يعني ان شاء الله، وانا بنفرخ البيض واحط في البيض ده بقى اخر 3 ايام تمام. بعد ال3 ايام اللي هم الاخرى دول، في ال3 ايام اللي هم الاخرى عفوا، بيكون عندي بخاخة مية، كل ساعتين ابخ كده بخة بسيطة، وافضل افضل دي تكون داخل الفقاس واحدة صغيرة، عشان تكون واخدة نفس درجة حرارة الفقاس، عشان ابخ على البيض كده كده. هو دي الشغل المظبوط. برجاء تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، فيديو جميل جدا، وكيف تشغيل الماكينة، وازاي تدخل البيض، وازاي تحصل على اكبر نسبة من الصوص، وان شاء الله خير. السلام عليكم.